لمزيد من المتابعة والتفاصيل بشأن ملف السجون وما يجري داخلها من انتهاكات ولا سيما في سجن الكرخ ببغداد، معنا هاتفيا من فيينا الأستاذ ضياء شمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا. مرحبا بكم أستاذ ضياء. كيف تفسر أسباب كل هذا الإهمال المتعمد للمعتقلين وهو الذي يتسبب بمقتل معتقل واحد في الأقل أسبوعيا ولا سيما في سجن الكرخ في بغداد؟ تحياتي للجميع والسلام عليكم. هذا الأمر ليس بغريب، لأن الحكومة العراقية ومن يتبعها ومن يشرف على إدارة الحكومة العراقية هي عملية إقصاء هذه المجموعة من الشعب العراقي، ولهذا السبب هم متعمدين ومتقصدين في هذه العملية. ليست عملية اعتباطية أو عملية لا يوجد لها، وإنما هي عملية يعني مدرسة دارسيها تماما ويعلمون ماذا يعملون في هذه السجون، ليست في سجون بغداد وإنما كل السجون العراقية. نحن نتحدث على السجون المعلن عنها، وهنالك سجون غير معلن عنها، سجون الميليشيات وسجون الجيش وسجون المؤسسات الأخرى، وهذه كلها غير موجودة ضمن السجون المتعارف عليها. لكن الوضعية التي يتعرض لها المساجين من عدم العناية الصحية وعدم وفرة الغذاء، وهذه الغذاء أيضا ندخل في أسلوب ثاني، من هو المستفيد ومن هذه الجهات التي تمول السجون بالغذاء، هي أغلبها من هذه الأحزاب الطائفية الموجودة في الحكومة العراقية ومشاركة بها، يعني مشاركة فعالة من 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 أعضاء برلمان ومؤسسات دولة مشاركين بهذه العملية بسرقة يعني سرقة المسروق حقيقة. يعني مع الأسف الحكومة العراقية ووزارة العدل مكتوفة الأيدي أمام هذه القوة الضالة الموجودة التي هي تتحكم في السجون. يعني أستاذي أغلب نزلاء سجن الكرخ هم يعني موقوفون حتى الآن، لم يعرضوا للقضاء ومتهمون بقضايا كيدية كما تعلمون ضمن ما يسمى المخبر السري. لماذا لا يعرضون في على القضاء وهم موقوفون حتى الآن داخل السجون؟ هناك أعداد كبيرة وهي تشكل نسبة اكتظاظ لهذه السجون. هي بالحقيقة عملية ابتزاز لأهالي المعتقلين، يعني تزون ويفاوضون على ابتزاز أهالي المعتقلين. أغلب المعتقلين، ولا أقول لك 100% من المعتقلين الموجودين في هذه السجون، هي مسائل طائفية ومسألة المخبر السري ومن يستفاد من هذه العملية. يعني يخطفون ابن فلان ويتفاوضون مع الأب ومع العائلة ومع الأقارب على كسب من المال لغرض الاستفادة المادية، وهذه مشاركة فيها الأحزاب السياسية الموجودة في العراق، ومشاركة فيها إيران، وكثير من المعتقلين هي يعني تبليغات من إيران، تأتي هذه التبليغات باختيال هذا الشخص وسجن هذا الشخص. هي هذه المشكلة الملف الأمني العراقي لا يتحكم به العراقيين فقط، وإنما الإيرانيين الذين يتحكمون بالملف الأمني، وهي عملية ابتزاز. يعني يفاوضوا على بيته، يفاوضوا على ممتلكاته. هذا الذي يحدث في العراق، والحكومة العراقية تعلم ومؤسسات الدولة تعلم بهذا الشيء، ولكن ليس لها أمر في هذا الموضوع، لأن الحكومة العراقية مسيرة وليست مخيرة بهذه الأفعال. يعني بحسب إقرار واعتراف المسؤولين في الحكومة وحتى اللجان البرلمانية، فإن نسبة الاكتظاظ في السجون وصل إلى 300%، وهو كما تعلمون يشكل خرقا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. يعني لماذا لا يوجد حل برأيكم لهذه المشكلة الكبيرة؟ اولا البرلمان هو المسؤول على الاشراف، يعني هو التشريع، يعني السلطه التشريعيه الموجود هو البرلمان، وهذا البرلمان يجب عليه ان يراقب ماذا يحدث في السجون، يراقب ماذا يحدث في كل الدوله. يعني ليست الامر متعلق بهذه الاكتظاظ بالسجون،
هذه مسألة من المسائل اللي ممكن حلها لإفراج عن هؤلاء الأبرياء الموجودين في هذه السجون، ولكن العملية ابتزازية لهذا الموضوع، أنه من يتحمل المسؤولية، تتحمل المسؤولية هي الحكومة العراقية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لا تأتي بأي شيء. يعني لماذا يعتقد السجين؟ أنت تعرف يا أخي أكو سجناء مسجونين 7 سنوات لحد الآن ولم يحال على اللجان التحقيقية، شو السبب؟ يعني شو السبب؟ يعني أكو هل معقول هذا؟ يعني المتعارف عليه أنه أقل شيء 48 ساعة ينتهي التحقيق معه ويرسل إلى القضاء، ولكن 7 سنوات يعني موجودين لحد الآن في السجون العراقية. أنا أعرف شخصية في سجن الحوت 12 سنة لحد الآن لا يحال إلى القضاء. يعني هل هذا الأمر طبيعي؟ وإنما هنالك عملية انتقامية من بعض الناس، لأنه لا يوجد عليهم أي إشكالية قانونية أو إشكالية إجرامية، لهذا السبب يعتقلوا ويحال إلى ولا يحال إلى المحاكم، وحتى إذا يفرج عنه يبقى 6 أشهر و7 أشهر في السجن وهو مفرج عنه، يعني هو طالع براءة من المحكمة، وهذا الأمر متكرر في العراق. يعني هناك عملية انتقامية للشعب العراقي ومجموعة معينة من الشعب العراقي، والمتحكمين بها هي الدولة العراقية بالدرجة الأولى والأحزاب السياسية، والبرلمان أيضا مشارك بهذه العملية. لا يمكن أن أبرئ البرلمان حينما لا يباشر بعمل القانوني وملتزمات القانونية ومنتخب من قبل الشعب، ولا ينفذ أي قرار من قرارات البرلمان الذي هو عقد من أجله. يعني البرلمان يشكي عن مشاكل انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، وهذه المشاكل هي واضحة أمام العالم كله وأمام كل المؤسسات القانونية الموجودة في العراق والموجودة حتى خارج العراق. المنظمات أشارت إلى هذا، حتى الأمم المتحدة أشارت على هذا، على الاختفاء القسري الموجود بالعراق. هنالك مشاكل إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، والأمر واضح. في آخر دقيقة، بالنسبة للقانون العفو العام، كيف تفسر عدم إقرار هذا القانون؟ يعني كل حكومة تأتي وكل مجلس النواب يعني يحاولون إقرار هذا القانون، ولكن بالتالي يبقى هذا القانون على ما هو عليه. وحتى هناك المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن المعتقلين من المفترض أن يشملهم هذا القانون لإنهاء هذه الانتهاكات التي تحصل داخل السجون. هنالك عملية سياسية وضعت للحكومة العراقية بتدمير الشعب العراقي وتدمير مؤسسات الدولة العراقية. هذه المجموعة التي نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية وبإشراف على هذه العملية إيران. إذن إيران هي الذي لا تريد، إيران هي الذي لا ترغب بإخراج السجناء أو تنظيف السجناء من المعتقلين الأبرياء الموجودين في السجن. إذن سيد ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، حدثنا من فيينا، مشكورا، شكرا جزيلا لك.